دلوقتي الحقيقه انضم لنا في الوقت المناسب جدا الاستاذ عمر خالد او عمرو خالد، يصحح لي، صحفي بقسم الاسلام السياسي في المصري اليوم، وهيتكلم عن اللي كان بيحصل النهارده في محيط رابعه. برحب بحضرتك استاذ عمر ولا اهلا عمرو؟ بيك يا دكتور نعم. عمر عمرو. فندم، عمر خالد عمر، معاك. اهلا بيك يا استاذ عمر، اهلا بحضرتك معانا. طيب ايه اللي حصل بقى واصرار هؤلاء الناس في انهم يدخلوا تاني، يرجعوا تاني رابعه؟ في الحقيقة دكتور، يعني طبعا زي ما احنا متعودين ان بعد كل ان كل يوم جمعة بتخرج مسيرات لجماعة الاخوان عقب الصلاة دايما. انطلقت المسيرة المعتادة من مدينة نصر من مسجد السلام عقب صلاة الجمعة. بدأوا في التجمع بعد أداء الصلاة وأعلنوا التوجه بشكل مباشر لمحيط رابعة العدوية. وما كانتش دي أول مرة اللي أعلنوا فيها، كانت الجمعات اللي فاتت برضو أعلنوا ما انا بقول لحضرتك جهازهم إلى اصرار، اصرار غريب لدرجه انا شفت الصوره وقفت عندها جدا يا استاذ عمر. كان في صوره للناس اللي تمكنوا من دخول منطقه رابعه وبيسجدوا على الارض وكانها يعني وصلوا الاراضي المقدسه. ما اعرفش دي اذا كان كنت حضرتك الفعل شفت فعلا الصوره دي ولا لا. لما كان حركة طلاب ضد الانقلاب لما استطاعوا الدخول لمحيط رابعة في غفلة من قوات الامن، وبالفعل بعد ما دخلوا سجدوا بالشكر ان هم بالفعل نجحوا زي ما حضرتك قلت، وكأنهم دخلوا الاراضي الأراضي المقدسة. المقدسة. نعم. لكن كان المعتاد هو ذهابهم لمحيط رابعة من ناحية طيبة مول. لكن اللي كان لافت النهارده ان هم غيروا خط سيرهم ودخلوا من شارع الطيران اللي متفرع من شارع مصطفى النحاس. كانت خطوه جديده كانت بالنسبه لنا ان هم يخشوا من شارع الطيران. احنا نعم. كصحفيين مكلفين بتغطيه المسيره، انتم دخلوا الشارع واقفين في المكان اللي مفترض انه متعودين يدخلوا منه. يعني احنا لا احنا على طول يعني بناخد المسيره زي ما بيقولوا كده من اولها على طول، من اول لما بتطلع وبنفضل ماشيين معاهم، لكن لا نفصح تماما عن هويتنا باننا صحفيين يعني. بالفعل دخلنا شارع الطيران. قاموا بالهتافات ضد المؤسسه العسكريه وضد الفريق السيسي وضد وزاره الداخليه والوزير، وقاموا بكتابه العبارات المسيئه على الجدران الى ان وصلوا الى جدران ايه؟ المنطقة دي فيها جدران ايه؟ نادي الزهور ولا انهي؟ جدران لا جدران المبنى السكني لطلبة الأزهر للبنات، اوكي. المبنى السكني نعم مسكن الطلبات نعم والطالبات بتاع جامعة الأزهر. ووصلت المسيرة بالفعل قبل يعني خطوات قليلة من البوابة اللي عند شارع الطيران اللي كان مكلف بتأمينها قوات الجيش والشرطة. مع اضطراب المسيرة في شكل في غفلة لأن ما كانش الجيش والشرطة عاملين حسابهم إن هم هيجي لهم من الناحية دي، قامت قوات الجيش المتواجدة بإطلاق وابل كبير جدا من الطلقات التحذيرية في الهواء لمنع اقتراب عناصر الإخوان وأنصار الرئيس المعزول أكتر من طب هم اللازم. كان معاهم أسلحة ولا لا يا أستاذ عمر زي اللي في اسكندرية؟ لا ما يعني كانش. لا ما يعني أنت تمش كواحد رد كنت في أي مكان أسلحة خالص. أصوات إطلاق النيران في الهواء دي كانت من القوات، من قوات دي الجيش، كانت من القوات المسلحة ل يعني كانت طلقات تفريق تحذيرية الدنيا. لإبعادهم ومنع اقترابهم. نعم. لتفريقهم ومنع اقترابهم مرة أخرى. بالفعل تم رجوع المسيرة للخلف شوية لحد ما استطاعت القوات إن هي تنظم صفوفها بشكل منظم. كان في ظهر الجيش قوات الأمن المركزي، ورجعت المسيرة مرة أخرى تاني تحاول الدخول إلى محيط رابعة. وكان في يعني الفرق بسيط جدا بينه وبين قوات التأمين ما يقرب من 15 ل 20 متر. طب العربية لمدة اللي ساعتين حرقوها، سيارة الشرطة اللي حرقوها، ده كان في إطار الأحداث دي ولا في إطار محاولتهم هو للدخول بعد مرة يا فندم تانية؟ بعد ما فشلوا في الدخول انتقام بقى. لمحيط رابعة يعني راحوا، بس هو ما تمش يعني ما هو ما تمش حرق. هي كل القصه ان هم وصلوا بقى لشارع عباس العقاد كان قطعوا الطريق زي ما حضرتك قلتي. لكن العربيه اللي جت للشرطه هي سياره ترحالات، وهي كان فيها متهمين. يعني سياره ترحالات فيها متهمين. كان هم يعني اللافت للنظر برضه دكتور عشان الصوره تبقى واضحه وكامله للساده المشاهدين، هو ان كان بتنتابهم حاله من الهياج الشديد اللي لما يشوفوا اي سياره شرطه او اتوبيس نقل عام لازم يروح يكتبوا عليه، لازم بالسبراي نطلع نكتب على الاتوبيس النقل العام، واي حد هيعترض على اللي بيتكتب الاتوبيس يتكسر.
ده كان يعني واضح جدا في لهجتهم ان كان كل السواقين لما كانوا بييجوا يتكلموا يقولوا له اسكت بدل ما نكسر الاتوبيس، فكان بيضطر السائق والركاب ان هم يسكتوا ويسيبوهم يكتبوا اللي هم عايزينه عشان بعد كده يمشوا سالمين. لما جت يا فندم عربيه الترحالات دخلت شارع عباس العقاد، حاله مفاجاه جدا، المسيره انتقلت وافراد منهم قدام العربيه، تحطيم حدف طوب بصوره كبيره جدا على العربيه، تحطيم الزجاج الامامي، فتح ابواب السياره وانزال السائق والضابط اللي كان بجوار السائق على الارض واجبروهم على الفرار وقالوا لهم امشوا اجروا من هنا، وبالفعل دخلوا في شارع جانبي اسمه شارع البطراوي متفرع من عباس العقاد وقاموا بالهرب. وبعد ما يعني هربوا السائق والضابط انهالوا بالضرب والتكسير في محاوله منهم لخلع الابواب، وتصادف ساعتها ان كان في متهمين بالفعل داخل العربيه. يعني تمام. هو تصادف يا فندم ان كان في متهمين هو بالفعل في داخل الخبر، العربيه. الخبر بيقول ان تم ضبط 6 اخوان حاولوا تهريب متهمين بسياره ترحيلات بعباس العقاد، وانه بالفعل تم القاء القبض على 6، مظبوط كده؟ هو يا فندم بالفعل بعد ما كان الاشتباكات ما زالت مستمره ومحاصرتهم للسياره، وصلت قوه من الامن من وزاره الداخليه من اسم اول شرطه مدينه نصر، اطلقت وابل كثير جدا من الطلقات الرصاص الحي في الهواء، وبالفعل فرقت المسيره وسيطرت على الوضع في الشارع، واحكمت السيطره على عربيه الترحالات لمنع هروب المتهمين، والقت بالفعل مش معروف مين الاسماء، يعني في اسماء معروفه من دول محدش ذكر اسماء خالص؟ لا الاسماء يا فندم مش معروفه، المعروف لدينا فعلا هم انا دي شفتهم بعيني، يعني هم اربع رجال وسيدتين. اربع رجال وسيدتين كانوا في الترحيله. دول تم القبض عليهم وادخلهم في ميكروباص تابع لوزاره الداخليه، وتم ترحيلهم على طول على اسم اول مدينه نصر، وتم اقتياد سياره الترحيلات برضو لاسم اول مدينه نصر، وبعدها سيطرت الشرطه تماما على شارع عباس العقاد، ويعني فضلت تطارد المسيره لحد ما وصلت لمصطفى النحاس ودخلت برضو في الشوارع الجانبيه. لكن يا فندم في حاجه برضو لفت للنظر، التصاعد حدد العنف في بعض افراد المسيره، يمكن كان حاجه لفت جدا من النظر النهارده انا وبعض الاصدقاء الصحفيين، ان كان في شخص يعني شاب كده كان بيحاول الاعتداء على سيده وبنتها، بنتها صغيره يعني في حدود 10 11 سنه، هي هتفت ضدهم، هي كل اللي عملته ان هي هتفت ضدهم ليس اكثر ولا اقل، لكن هو كان الهدف ان لازم يتم الاعتداء على سياره الملاكي للسيده. تدخل طبعا العقلاء وتدخلت انا وبعض اصدقاء الصحفيين لمحاوله ابعاده، وبعض الاطراف اللي كانت بتساعده، لكن اكيد طبعا الطفله اصيبت بالذعر طبعا، يعني طبعا اصيبت بالذعر وبنتها اصيبت بالذعر، وكان في شتايم ليها هي وبنتها، حاولنا نبعدها يعني نبعد الناس عنها، وبالفعل خرجنا العربيه، لكن الولد في حركه مفاجاه جدا جاب قالب طوب وراح كاسر الزجاج الخلفي للسياره على الطفله الصغيره، يعني قعدت تصرخ بصوره يعني مهوله جدا، انتبه حاله من الذعر. رصدتوا ده بالفيديو يا استاذ عمر؟ نعم. هل في فيديوهات اترصدت لهذا المشهد ولا لا؟ كان ممنوع التصوير تماما، يعني كان اي حد بيحاول يصور يعني يكون بالتصوير في الموقف ده كان بيتم الاعتداء عليه، خاصه احنا كصحفيين هقول لك. طيب دخلنا هل في تتوقع دخلنا يا فندم لا دخلتوا في ايه؟ معلش اتفضل. دخلنا في عراق حتى مع الشخص ده، وبالفعل كان في ضرب بيننا وبينه لابعاده عن السيده، لان هو حتى ما سكتش، كان مصر ان هو يضربها هي شخصيا لحد ما يعني استطعنا ان احنا نجريها. يعني تتوقع ان التسريق الفيديو المصور اللي اتذاع بتاع سامي العريان على الجزيره وانه دعوتهم للعنف اكثر ممكن تكون سبب؟ في الواقع دكتور يعني الحشود يعني او الاعداد اللي بتخرج في الشارع من الواضح ان هي لا يتم السيطره عليها، مفيش سيطرة عليها خالص. أنا بالنسبة لي أنا كل جمعة ببقى في مسيرة السلام بتضم علينا مسيرة من أبو بكر الصديق في مصر الجديدة، مسيرة بتضم العشرات دايما، بتضم يا إما عند النادي الأهلي في مدينة نصر أو مصطفى النحاس. الغريب في الجمعة دي عن كل الجمعات إن كانت كل جمعة بتعدي خلاص بيمشوا في المسيرة، بنوصل لميدان رابعة بيقفوا يهتفوا شوية وبعد كده المسيرة بتنتهي. لكن اللي كان لافت للنظر هو النهارده تصاعد حدة العنف جدا، الاعتداء على السيارات الملاكي،
محاولة يعني إن ما ينفعش أي أتوبيس يعدي من غير ما نكتب عليه. كان الحيطان في اللي اتكتب عليها كل ده. اها كل ده، لكن كان في لهجة النهارده غريبة ما كانتش يعني مش مش معتادة معتادة، على مش مشيرة معتادين كتير. عليها في الجمعات اللي فاتت. طب الحكومة بقى رد مش فعلها ايه يا استاذ عمر؟ يعني مش المفترض ان احنا عندنا قانون مظاهرات تم الموافقة عليه، متى سيطبق؟ هي وزارة الداخلية يا فندم أعلنت إن هي لن تتعامل مع المظاهرات إلا لما يطلع قانون رسمي بمنع التظاهر أو الكلام ده كله، لكن هي تمام النهاردة لما جت تعاملت مع المسيرة هي تعاملت في إطار إن هناك احتجاز المسموح. لمساجين ومتهمين يتم ترحيلهم، وكان بالفعل ممكن في لحظة يتم تهريب فبالتالي المتهمين، عملت وبالتالي كلنا السيطرة، سيطرت السيطرة اللازمة على هذا المشهد. أنا يعني بشكرك لا جدا هي أستاذ عمر، بجد أنت صورت لنا، أنا حسيت إن أنا كنت معاكم بالشرح اللي حضرتك شرحته. بشكرك جدا لهذا الأداء المتميز، وإلى الأمام دايما يا رب، ونتمنى يكون في دايما تواصل مع حضرتك أستاذ عمر خالد أنا تحت أمرك يا صحفي. دكتور في أي وقت، وفي الأحداث أنا متواجد على طول يعني في الشارع. بشكرك جدا أستاذ عمر صحفي بقسم الإسلام السياسي بمصر اليوم، وإن شاء الله يا رب كده يطلع القانون بقى علشان نخلص الموضوع ده. وبنقول لعمرو أديب هتلاقي حاجة تانية تشتغل عليها، ما تقلقش، مش المظاهرات. للأسف الشديد إنه ده اللي حصل، وبيقال إن بعد كده على فكرة أهالي عباس العقاد نظموا وقفة مؤيدة للجيش عقب هروب المحظورة، وهتفوا للفريق أول عبد الفتاح السيسي بعد ما دول انسحبوا هاربين، لأن زي ما قال أستاذ عمر إنه الموضوع كان سيطرة على إنه في يعني مجموعة متهمين في عربية ترحيلات عايزين يهربوها، وبالتالي تم السيطرة على هذا الأمر فهربوا من المنطقة، والأمن طبعا كان تمكن من السيطرة، والأهالي قالوا بنحبك يا سيسي، الجيش والشرطة إيد واحدة.